اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة سنغافورة بمدينة نيويورك مع معالي الدكتور فيفيان بلاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة في ظل الحرص المشترك على المضي بها قدما لمستويات أوسع بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.